سنتابع من إيران التي دخلت الانتفاضة شهرها الثاني، حيث تتردد هتافات الموت لخامنئي في أنحاء البلاد. لكن مع ارتفاع أصوات المتظاهرين أيضا تزداد العواقب قسوة. هذا ما أثبتته منظمة حقوق الإنسان في إيران بإعلانها عن مقتل 277 شخصا على الأقل بأيدي قوات الأمن، بينهم 40 طفلا و24 امرأة منذ بدء الاحتجاجات، ودائما على خلفية مقتل الشابة مهسا أميني. المنظمة حذرت عبر حسابها على تويتر من أوضاع المعتقلين وإصدار القضاء أحكاما قاسية، بما في ذلك أحكام بالإعدام. هذا وتوسعت الاحتجاجات الطلابية في العديد من الجامعات، بينها جامعة هرمزكان للعلوم الطبية، أيضا الجامعة الحرة الإيرانية، رغم القمع الشديد. وفي تحد لتهديدات الحرس الثوري، أصر طلاب الجامعتين على مقاطعة الفصول الدراسية، على عدم حضور المستشفيات لإدانة العنف ضد الطلاب، معتبرين أنه إهانة لصانعي مستقبل إيران. العنف لم يقتصر على الطلاب، بل شمل كذلك الأساتذة، حيث اعتقل رجال الأمن العالم الاقتصادي والأستاذ الجامعي داوود سوري لدعمه هذه الاحتجاجات.